الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل بأعطى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أسأل الله تعالى أن يجعلنا رحمة للعالمين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وكما بعثه ربه جل وعلا رحمة للعالمين. هذه وظيفة المؤمن الموحد، أن ينشر الرحمة وأن يكون رحمة في الأرض حتى يرحم إن شاء الله تعالى في الأرض ويوم العرض على الرب جل وعلا. أزف إلى كل الأحبة بشريات تتوالى علينا بفضل المنان سبحانه وتعالى. أزف إليهم كثيرا من الخيرات التي حبان الله بها جل وعلا. إنه المنعم والمتفضل سبحانه، إنه الله الذي يعطي عطاء بلا حساب. مهما أراد بك الكائدون والماكرون أن يأخذوا منك، فإن الله يعطيك أضعاف أضعاف ما أرادوا سلبه، وهذا تقدير من العليم الحكيم جل وعلا. عندما سمع كثير من الإخوة ومن الأخوات ما تعرضنا إليه من لمز وطعن من بعض المغرضين الذين أقول لا علم لهم ولا دراية، وهمهم فقط الحسد وأن يوجهوا سهامهم إلى من حباهم الله تعالى من فضله بالنعم وبالتوفيق وبالمكانة، أقولها نعم، وهذا الكلام يعيه كل متبع لقناتنا بفضل الله جل وعلا. عندما سمع إخوان لنا في الخليج ما جرى في بعض المقاطع من تدليس ومن زور ومن كذب، حيث حرفوها وأولوها ووضعوها على غير موضعها، كان بفضل الله تعالى كانت البشريات حيث توالت علينا الاتصالات الكثيرة من دول كثيرة. هذه الاتصالات أقول حتى من دول أوروبية وغيرها، لكن ما دام الأمر الآن الذي أتكلم فيه له علاقة بالخليج أبقى في هذا الأمر. تحدثت مع كثير من الناس ومن الشخصيات الذين لهم صيت وباع ومكانة بفضل الله سبحانه وتعالى، بعدما بيّنوا لي حبهم لي في الله عز وجل ومتابعتهم لقناتي بفضل الله سبحانه وتعالى، واتضح لهم الأمر جليا أننا على السنة وأن الفضل عز وجل على الجادة، قرروا التالي، قرروا ما سأقول. كانت الاستشارات ولازالت إلى الآن، هذه كلها فقط استشارات لكن إن شاء الله تكون في خير، إن شاء الله تطبق. ناقشوا معي فيديو رأوه سميته إنشاء قناة فضائية، فقالوا لي لما لا تنشئها؟ قلت لهم العراقيل التي تواجهني في ذلك، فوضعنا نقاطا حتى تكون بفضل الله سبحانه وتعالى. وناقشوا معي مسألة المركز الأول والثاني وكيفية العلاج في المغرب، فأمدوني بعض المعلومات عندهم في الخليج وفي دولتهم خاصة، فقالوا لما لا يكون مركز كبير يعني يجمع تخصصات كثيرة ومن جملتها الرقية الشرعية وفق أصول كما تعمل أنت. قلت خير إن شاء الله تعالى، قلت كيف؟ قالوا نحن ممكن أن نساعدك بالمال ونساعدك كذلك بالمسائل الإدارية نظرا لأننا المسؤولين ونعرف لنا اتصالات بالدول. قلت خيرا إن شاء الله تعالى. فكانت إن شاء الله البشرى بفضل الله تعالى الموافقة المبدئية، وأسأل الله تعالى أن ييسر في هذه الخطوة حيث يكون عندنا مصحة كبيرة كما ترى الآن على العيادات الكبيرة الكلينيكات وكذا، فإن شاء الله تعالى تكون هذه المصحة كبيرة، وإن شاء الله تعالى نعمل على أن نسير الرقية الشرعية
على أصول علمية وطرق شرعية، لكن في مسلك آخر ثاني. هذه البشرى الأولى. البشرى الثانية هي أقول، نظرا لكثرة الاتصالات المتالية من جميع أنحاء العالم، ونظرا لكثرة الإخوة والأخوات الذين يتوافدون من جميع الأقطار، وحتى الإخوة الذين في المغرب، ونظرا لأني لا أجيب على الهاتف وحتى الهواتف طوال اليوم بفضل تعالى، هناك عيننا من يجيب عليه، ومع ذلك يجدون يعني ثقا في الإجابة على جميع الاتصالات والرسائل. فإني قررت بفضل تعالى، وهذا كان تنسيق مع بعض الإخوة الرقاه إن شاء الله التي عينتهم ورأيت فيهم الصلاح، ورأيت أنهم إن شاء الله تعالى يقدرون على حمل هذه المسؤولية. كانت الاتصالات، وجلست مع بعض الإخوة إن شاء الله تعالى، وابتداء إن شاء الله تعالى من الأيام القادمة سوف يبدأون إن شاء الله تعالى في مزاولة نشاط الرقي الشرعية معي تبع لي بفضل تعالى. وسوف يعني المركز الأول يكون فيه رقاه، والمركز الثاني هذا يبقى أنا ومن أمارس في الرقي إن شاء الله وزوج في الرقي الشرعية، وإن شاء الله جل وعلا كذلك المراكز الفروع سوف نعمل على فروع قريبة من بعضها البعض إن شاء الله جل وعلا، بحيث إن شاء الله تعالى قلت في تطوان سيكون بإذن الله تعالى مركز، وكذلك إن شاء الله تعالى في مدينة أكادير. فهذه خطوات أقولها وبالله التوفيق، وأنا أعمل الآن وأقولها وبالله وتالله أن معظم الناس الذين يأتون من لا يستطيع أن يدفع فمرحبا، نغلق الباب على الدجالين، على السحرة، وعلى مدعي الرقية الشرعية، وما من حجة وما من شبهة إلا ونرد عليها بالعلم الشرعي، ليعلم الجميع وكل إنسان له عقل وله قلب وله فطرة صحيحة. الإنسان هو يعرف الأدلة ويعرف الشيء الصحيح من الشيء الفاسد. فالحمد لله تعالى، ما من إنسان يأتي إلى الرقية إلا ويزكيها، ما من إنسان يأتي إلى الرقية أتوا إليها مشايخ، أتوا إليها دعاة، أتوا إلى طلبة علم فحضروا إلى الرقية. بل أقول حضر عندي كثير من الرقاة، والله الذي لا إله إلا هو، حضر عندي كثير من الرقاة من جميع أنحاء العالم، من بريطانيا، من تونس، من جميع أنحاء الدول، أتوا إلينا بفضل تعالى وجلسوا ورأوا رقيتنا سواء الفردية أو جماعية، وأقروها وزكوها بفضل سبحانه وتعالى. إضافة إلى شيء آخر بفضل سبحانه وتعالى، أن معظم الناس الذين يأتون من دول السعودية أو الإمارات، أو يأتون من دول الخليج أو حتى أوروبا، فإن معظم من يرسلهم هم أئمة بفضل الله سبحانه وتعالى، وإخوة أو دعاة في تلك البلدان، فيزكوننا بفضل الله عز وجل ثم يرسلهم، وتكون بفضل الله عز وجل يكون عند حسن الظن، ونسأل الله تعالى أن نكون كذلك عند حسن الظن بفضل الله سبحانه وتعالى. هذه بشريات. في بشرى أخرى أقولها بالله وبالله التوفيق، هي ما سوف أعرضه عليكم إن شاء الله جل وعلا. يعني رأيت أن بعض الإخوة يريدون أن يصطادوا في الماء العكر، ويريدون أن يقعوا على جرح لي، لكن بفضل تعالى أقول الحمد لله رب العالمين، الله وفقنا، والذي يوفقه الله عز وجل من ذا الذي يخذله. هناك حالات لإخوة قالوا أننا سجلناها بغير إذنها، وأنا سأعرض عليكم بفضل تعالى، لكن حتى لا يقول قائل التسجيل عن بعد، لكن فقط سمع الصوت وما قيل، وهذه الرقية كلها سوف تعرض إن شاء الله تعالى، وسجلناها بطريقة جيدة حتى تعرض على مسامعكم وتشاهدونها، لأخوات يشهدن بما يعني يرون في الرقية الشرعية، وكيف تزاول الرقية الشرعية، وكيف يكون وقع الآيات والفرضية والجماعية إن شاء الله تعالى. كذلك إن شاء الله تعالى سجلنا وسنسجل جميع الأخوات اللواتي ظهرن عندنا في قناتنا، كلهن يظهرن إن شاء الله جل وعلا ويبدين اعترافا وشهادة على أننا سجلناه بإذنهم. شيء آخر، أن يربط الاتصال ببعض الأخوات في دول أوروبا، حيث بقي حتى في أمريكا بقي عندي أرقام هواتفهم، فاتصلنا بهم سبحان ربي العظيم، فأبدوا أنهم موافقات على أن يرسلنا اعترافات بفضل الله عز وجل، يرسلنا اعترافات لنا. بل إن بعض الأزواج قالوا لي إذا ما أردتنا أن نحضر كي نسجل لك اعترافا فإن مستعدون أن نأخذ الطائرة ونأتي. فقلت لا تحملوا هم هذا، فقط سجلوا وأرسلوا لنا الاعتراف بإذن المولى سبحانه وتعالى، وهذا يكفي. فأقول بالله التوفيق، مسألة حتى أرد هذه الشبهة، مسألة تسجيل الأخوات، فإن كثير من الناس يرون في مقاطعنا أن المحارم سواء الأخ أو الأخت أو الأب إما يسمع صوته داخل القاعة وإما يرى، وهو يكون موافق على التسجيل، يكون موافق على التسجيل. أو نسجل كذلك حالات في البيوت وتكون وسط العائلة، والعائلة تكون موافقة على التسجيل، لكن هناك من يريد أن يثير فتن
أو يزرع شكوكا وظنونا حتى يصرف الناس، وأقول له اتق الله تعالى، فإن بهذا أنت تكسب إثما ونحن نكسب أجرا وأجرة. طيب حتى تسمعها، أنت تكسب إثما ونحن نكسب أجرا وأجرة، افهم جيدا. خلاص أنا أتكلم بالوضوح، يعني أنا لا أفرض أجرة على أحد، لكن رزق الله يأتيني. عندما نفكر في الآخرة فإن حتى الدنيا تأتي. عندما يكون فكرك في الآخرة ومساعدة الناس وإدخال فجر السرور، فإن لا شك أن الله تعالى يضيع أجرك، سواء أجرا ثوابا وحتى أجرا ماديا، إن وفق الله تعالى وأرض الله بك هذا. فطيب حتى نكون على يعني واضحين ونسير في طريق صحيح، فإذا أردت الوصول إلى الله عز وجل فلا تسير في طرق ملتوية، فاسلك طريقا مستقيما وكون على بصيرة وجادة. الذين بشرى أخرى أقولها للإخوة والأخوات إن شاء الله جل وعلا، أننا قررنا أن نفتح المجال للأخوات حتى يتعلمنا الرقية الشرعية، ونظرا لكثرة الأسئلة التي أسأل في هذا المجال، وكان اليوم كنت خصصت تقريبا أكثر من نصف ساعة حول التكلم في هذه المسألة مع إجابة عن بعض الأسئلة. يعني بينت للأخوات أن الأخت ممكن أن تكون إن شاء الله أن ترقي نفسها وترقي جيرانها ومحارمها وإخوانها وترقي من تستطيع أن ترقيه، وبينت لهم وأصلت لهم الفرق بين رقية الرجل ورقية المرأة والشدة عند الرجل وعند المرأة، وبينت أشياء وأحكام لها علاقة بهذا الشيء. لكن أريد أن أفتح المجال أن هذا المركز، أنا أعود دائما إلى ما قلت بداية، كنت عندما بدأت في تأسيس هذا المركز كانت نيتي وقلتها في فيديو أننا ننشئه كذلك من أجل تهيئة رقاة شرعيين، وإن شاء الله جل وعلا حتى الأخوات يسرن إن شاء الله تعالى يرقين، لما لا، وهذا شيء محمود، بل إن الأخوات يرقين الأخوات أفضل من أن يرقين الرجال إلا في حالات مستعصية تستعصي عليها، بالتالي إن شاء الله تعالى يساعدها راق في تلك الحالة. فالأخوات التي ترى في نفسها أنها مستعدة إن شاء الله تعالى لتعلم الرقية الشرعية، فإن شاء الله تكون دورات بإذن الله تعالى في هذا المركز إن شاء الله جل وعلا، دورات تكون نظرية وكذلك نظرات تطبيقية بإذن الله تعالى، حيث تعمل الأخت أمامي على بعدما يعني تكون مراحل، عندما تنجح في المراحل وتأتي إلى يعني التطبيق تبدأ في يعني أمامي في سؤال الحالة ويعني تشخيصها ثم رقيتها، وأرى إن شاء الله وأصوبها في الأخطاء وكذا وكذا، فتبقى على هذا إن شاء الله، تبقى مجموعة على هذا الحال حتى إن شاء الله تعالى تأخذ إن شاء الله الكفاءة والشهادة بإذن الله جل وعلا. طيب أقول بلا توفيق تسمعون إلى بعض التسجيلات التي سجلتها الأخوات إن شاء الله تعالى. بسم الله. إن شاء الله تعالى يعني قررت أن أظهر يعني شهادات لأخوات يعني يتعالجن عندنا في مركز اللغة المغربية والرقية الشرعية، وسوف يكون يعني الأسئلة يعني نركز إن شاء الله تعالى حول مسألة بعض الشبه أثارها بعض الرقاة هداهم الله عز وجل، يعني منها أننا نسجل الأخوات. يعني هذا التسجيل قصدت به أن أظهر ردا لبعض الشبه وما يقال عنا في الفيسبوك من بعض، أقولها صراحة، الناس ما استطاعوا أن ينجحوا في الرقية وما استطاعوا أن ينجحوا في شيء، فقط حتى يشار إليهم صاروا يبعثون الناس بالسلبيات، وقالوا لي وللأسف الشديد نحاربك لأنك أردت أن تكون نصبت نفسك إماما على الرقاة. الله المستعان. بل اليوم سأقول لكم شيء، وصلتني رسالة في الجوال، أحدهم ألف اليوم جعل فيديو بالمونتاج وكذا وضعه، فأرسل لي خذ فنجان من القهوة وشاهد هذا الفيديو في حقك، وسأظهر لكم الرسالة هي على الجوال. سبحان ربي العظيم. الله المستعان. وهذا هو المدعو عبد العال، يعني أرسلها، ولما دخلت وجدت الفيديو عنده، ما وجدته على اليوتيوب لأنه غير مشهور وغير معروف أصلا، الفيديو غير معروف، فوجدته على صفحتي. طيب وصل معك التسجيل صح؟ اسمعوا إخوان، اسمعوا بارك الله فيكم. يعني خذ الموافقة صراحة. طيب الحمد لله. طيب أنت من خلال التي عايشتي معنا في الروم، الله المستعان، هل يعني سمعتي أننا نسجل أخوات يعني من خلال الكلام التي يتبادل بينكن، يعني هل سمعتي أن أخت قالت أني سجلتها في غيبتها أو عرضت شيئا يعني أو يعني كان شيء مخل بالأدب أو يعني بأحكام الشرع في الرقية؟ بالعكس، أنا مواظب على سمعوا شهادة الأخت بطلة فيك. الحمد لله. الحمد لله ما
الناس الا الخير، والا ما كانش غادي يجيو الناس من انا وحده من الناس اللي جايه من بلاصه بعيده. هذه اخت اتي من اوروبا كذلك. انا اختاريت اسمعوا بارك الله فيكم العراقي اللي شفت ان وسولت وقلت مع الناس اللي كيتعالجوا شحال هما ازمات كيتعالجوا تاع مواد بين على الرقيه. نعم. وسولتهم وسمعت انا الراي ديالهم في الشيخ، ومن بعد انا شفت داك الشيء، انا عشت داك الشيء وشفته. اي نعم حاولي. ما شفت شي حاجه اللي يعني لاحظتي ان اخوات اللي عشتي مع بعض الاخوات ربما انا سجلت حالهم يعني يعني الأخت تقول على أنها أتت من أوروبا، ولما سمعت الناس الآن لما دخلت إلى المركز تسمع الناس يحدثون علينا خيرا وشاهد كل خير. وأنا تعمدت أن أسألها، سمعت شاهدت أخوات ربما يحضرن الرقية وسجلت حالتهم، أو تسمع أنهم قالت سجلني وكذا، هل كانت بموافقة؟ تقول نعم سجلتهم لكن كانت بموافقتهن حتى تعلموا. يعني هذه أشياء واضحة سبحان الله العظيم، وعندي شهد كثيرة جدا جدا إن شاء الله أرجو عليكم. الحمد لله. يعني تكلم مع قال الشيخ سجلنا تسجيل أو كذا أو جلسة فكان بإذنهم، يعني لعل قائل يقول أن الآن ربما أنا أتيت لكي تشهد، لأن هذا ربما يفرق. أي نعم بعض صح تفرقت دوبا ما يقع إلا على الجرح. أي صح نعم والله. وليتك النحلة قطع الطيب، يعني هو يريد فقط تلمس وظف نفسه من قصد القدح والسب والسلب. نعم سبحان الله. يعني ويقعون في الكذب وفي البهتان، لكن هذه شهادة حية. أي نعم. والغريب أننا عرضنا كم شهادة، والغريب أن أي صح. والمنصف أقولها الإخوة الأخوة يرون هذا، المنصف يرى أن ما وضعوا شيئا على قناتهم وما استطاعوا أن يأتوا بجديد، في لا في الرقية ولا في السحر ولا في الاستخراج، حتى قالوا أني أنا من يجعل أصحى. يعني في التوكال والاستفراغ رأوا بأم عينهم كيف الجن يخرج من على الاستفراغ ويخرج شعرا وخيوطا وأوراقا. رأينا فضلت على الأسحار كيف استخرجت أشياء كثيرة في الجن، كيف خرج كم من جني في عوجش في القدم عوج في اليد. رأوا فضلت على الرقية الصوتية، الحمد لله صوتيات في الظلم في الحسد في العين في العشق. رأوا كل هذه الخيرات ويريدون أن يسقطوا يعني رأسهم فقط في إذا ما وجدوا يعني وحلا أو طينا أو وجدوا سوادا، يعني يريدون أن يأخذوا بالمنقاش ليشهروا، ولكن بفضل الله تعالى حجتهم ضاحية عند ربهم. أي اسمعوا الله أكبر. في كم تسجيل أظهرت قبل التسجيل أن الأخ أو الأخت الأخرس الأخوات أتكلم معها وأنا أتعمد أتكلم معها وفي وعيها حتى يعلموا. أي نعم صح. قبل أن تصل في غيبوبة الفطن يفهم هذا، أنا أتعمد أتكلم معها قبل أن تصل في غيبوبة حتى يعرفوا. لكن سبحان الله ان صوت الاخ او الاخت او احد من اخيه يعني هذا يدل على ان وجود احد. اي نعم سبحان ربي العظيم. يعني في وجود احد من عائلتها سبحان الله. فهذا الشيء يعني لاحظوا كم من تسجيل كان في حضور والدتي المريضه او في بيتي. هناك عندنا تلفزيونات في بيوت الناس تصل جنه. اي صح. الاشكال الذي يحس في انفسهم، وانا اقول صراحه نقطه مهمه اقولها لله صراحه، صح. ما استطاعوا للاشياء. أول شيء أن فضل تعالى ما يستطيع أن يظهر شيء يسجله ما في تأثير. أي صح نعم. رقيتهم ضعيفة صراحة، والإخوة الذين يأتون عندي وعندي شهادة على هذا ما عندهم نتيجة، فقط بالضرب أو أشياء. حتى نقيس قبول تجاوب ما بين النارين والعالم. نعم. لو كان هناك حب ومحبة وأخوة يعني استطاع الحمد لله من الأخت طلبتني لا تقول. صح نعم والله العظيم. جزاهم الله خير. أي أخت أطلب منها التسجيل تقول نعم. ونقول والله الكلام الذي يشاع صح. اي نعم من اجل الدرهم والدينار، ليست من انصح الله ياتوا عندك اذا كان حقا على الحق، اذا كانوا على الحق ياتوا عندك او يبحثوا عنك في الله عز وجل وياخذ مسافه طائره او قطار وياتي عندك ينفق المال من اجل نصيحه وليس تشهيرا من اجل التنقيص فقط. سبحان الله الاشياء الشرعيه ظاهره. الاشياء نعم صح صراحه، يعني اشياء لو ان وضعوها في النكت او في الاحداث كانت ربما اجدر الله العظيم. يا شيخ مكسف المغرة هذا، ولكن الواقع حتى من هذا سامحونا، ولكن حتى يعلم الجميع. فالحمد لله الناس يعرفون قبرهم فضل تعالى ويأتون كل يوم، والحمد لله نجد الناس ينتظرون، والحمد لله وأشياء كثيرة كثيرة الحمد لله. دعي ذكرية الأخوات ربما هن يتكلمن بهذا، لكن سبحان الله العظيم والله ونكون مخلصين الحمد لله، نزكي أنفسنا في رقعة الناس ونفسنا ننسى كل شيء، يعني نتعامل مع الحالة نشفق على الناس. الحمد لله.
اي نعم، انصحكم تزيدوا في الحسد وفي اظهار شبه او شيء حتى نرد والاخوات يسجلن اسم. نعم سمعت. هذه الاخت قالت كلمه مهمه جدا والله العظيم، وما قلت يعني ما احد يقول اصدقوني والله ما اقول لهم شو تقولوا او شيء، هم يتكلمون بعفويه يعني تلقائيه. قالت الاخ لا يلقي فقط، لا يهدي فقط الجن وانما يهدي حتى الانس، وهم يشاهدون هذا، كيف اعظهم؟ كيف ابين لهم وارغبهم؟ كم من اخت عندنا الحمد لله التزمت بالحجاب بالنقاب بالصلاه بالقيام والله العظيم، وكم من اختي الحمد لله رب العالمين يعني لما يقول الجن لن تستطيع ان تواصل عندك العلاج لان ليس لها المال، وبهذا سوف تبقى اقول لها كل شيء على حسابنا وتبقى اليوم والله العظيم يقول لي حتى كانت سوف لن تتزوج وكانت تحمل هم كيف تاتي تدفع المال للرقيه وساعدتها وقلت لها كل شيء مجان كل شيء مجان مجانا، وصار يشتكي. هي اقول عائشه هذه جنيه، فسبحان ربي العظيم يعني ما شاء الله. والله يشهد انا اقولها لله تعالى، انا والله الذي ربما اقولها يؤمن بالكذب، انا اقول انا لا افكر في الملك من يأتيني. اي نعم والله نقولها والله لا افكر فيه ويأتيني الحمد لله رب العالمين، لكن المال يأتيني الحمد لله عندما لا اجعل همي ولله الحمد والله العظيم الحمد لله الحمد لله، وننفق في سبيل الله عز وجل لا نقول رياء، وانما لان في ناس يحتاجون حقا ليس للرقية وحتى يحتاجون حتى المال، ربما تساعدهم بالرقية وتساعدهم بالمال الله المستعان. كان عندي معروق الان هو تجهيز هذا المركز. نعم صح. ما كان الحق بهذا الحق حتى رأوا الله. فقالوا كيف بني عشير الله صار عنده سجارة بيت مركز يعني أمسكون الناس على مأد. نعم صح. والله أتأسف في هذا صراحة. والله اي صح نقول نقطة عندي فيديوهات كثيرة وارد عليكم فيديو اخر. مسألة هذه المسألة مهمة جدا، وهي انني عندما رأوا هذا المركز بهذا الشكل الحمد لله جيد جميل وفق معايير الحمد لله حديثة جدا، الكل يستحسن ويحبه عندما يأتي، لا في الرقية الشرعية لا في الحجامة لا في الاستقبال لا في الاشياء الاخرى يعني جيد. عندما رأوا بفضل الله تعالى يعني سبحان ربي العظيم غيروا الوجهة وصاروا يرموننا بالأباطيل، قالوا كيف يعقل أن يكون راق عنده كل هذا سبحان الله، حتى أحدهم يعني قال أن مسألة الشركة وهذه فقط يعني كأنه. طيب بالنسبة لك أختي ربما سجلت معك فيديو واحد أو اثنان، فيديو واحد على الرقية؟ اسمع طيب سجلنا فيديو في الرقية الأخت قرر على أن سجلت معها فيديو في الرقية وفيديو في الحجامة. اسمع في الحجامة يعني سجلنا صوتها نعم، لأن فردية أخذنا الإذن في الصوت، لأن بعض الأخت في فيسبوك قالت سمعت صوتي مع الجماعية. اسمعوا ربي ردي عليها وعلى جميع الأخوات اسمعوا. نعم. فأنا أعطي الفرصة حتى الأخوات الموجودة في الرقية الجماعية من أعطي التسجيل تسجيل، فلا يعيب على الإنسان إذا سجل أنا، فكل من يحضر له يعني صلاحية أن يسجل الرقية الموجودة جماعة. نعم. فإني لا أحج على الناس حتى لا يحاجني أحد يقول تسجيل جماعة، فإذا ما سجلت جماعة فإني أأذن للناس كذلك تسجيل جماعة، وربما الناس خارج المركز الرقية يسجلون خارج جماعة. في ناس يأتون فقط يسجلوا جماعية من خارج يعني في المركز الأول ماذا لا يستطيعون، فكانوا يعني يذهبون بهذا الرقية لعائلتهم وكذا سبحان الله، يعني الرقية تلقى قبولا والله. كنت أخرج والله يشهد بإخوة الأخوات. أي نعم هناك بعض الحالات هي من تطلب منا التسجيل أو تريد التسجيل. والله أنا لما أخرج من المركز الأول خاصة في الجماعية والله إني أقول في نفسي إنها فتنة للتابع والمتبوع. لماذا؟ أرى نفسي الكل حولي يعني جماعات كثيرة جدا جدا والله، يعني إخوة لا نحسبهم على صلاح، ويأتي عندك إخوة ما شاء الله وفي مستوى عالي وما كان في الدولة أو في بلدتهم أو، والعناق والتقبيل والاحترام لأنهم يرون ما سمعوا وشاهدوا ورأوا، ولكن ترى ناس سبحان الله ماذا أقول
سبحان الله، كل عبادي يقول التي أحسن إن الشيطان يزغ بينهم، أسأل الله أن يهدينا وهديهم، هذا ما أقول. وهناك كذلك بعض الحالات تأتي من